ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. اسمح لي في بداية هذا اليوم أن نتحدث عن الجنيه المصري، إذا تحركات واضحة بالجنيه المصري بعد السياسة المتبعة في مصر، وأيضا القرارات برفع أسعار الفائدة هناك تأثرت بشكل كبير على أداء الجنيه. كيف تصف أداءه وإلى أي مستوى من المتوقع أن يستمر الانخفاض؟ يعني الاضطراب لا يزال مستمر بالنسبة للعملة الناشئة الجنيه الاسترليني والجنيه عفوا المصري، وذلك نتيجة انه عملية التعويم، وطبعا من المتعارف عليه تاريخيا انه عندما يكون هناك تعويم يكون هناك اضطراب واسع في تسعير او في سعر النقد امام العملات الرئيسية، خصوصا امام العملات خلينا نقول البلدان المتقدمة والبلدان الاقتصادات العظمى مثل الاقتصاد الاوروبي الاقتصاد الامريكي وغيره. فلاحظنا ان الجنيه المصري يواجه هذا التقلبات الشديده والتقلبات الحاده، لانه في اعاده تسعير ضمنيه تحدث على الارض بالنسبه للاقتصاد المصري، وبالتالي هذا يحقق ضغط كبير. واعتقد ممكن ان يكون في مجال لمزيد من الارتفاعات للدولار الامريكي امام الجنيه المصري في الفتره الحاليه، وذلك نتيجه انه فعليا انه عندي مستويات تضخم مرتفعه، عندي اصلا انقلاب واضح في السياسة النقدية من سياسة مضبوطة بالحكومة أو من خلال الدولة إلى سياسة حرة ومعومة، وعملات والعملة النقدية معومة بالكامل أمام مستويات الطلب والعرض لتحدد سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري. فبالتالي ذلك سيضغط كثيرا في الآونة القادمة، ولا يمكن الحكم عليه حاليا أو في ظل الوقت الحالي على الإطلاق. نعم، يعني برأيك سيبقى الجنيه المصري في حالة من التذبذبات حتى يعني قرارات جديدة؟ نتحدث عن بدء التعويم وحتى هذا الوقت يعني خسارة ب 52% تقريبا رائد. يعني حتى ممكن تتجاوز التوقعات، ذلك الخسارة ممكن تكون يعني كبيرة وتطال أكثر من 80 إلى 85% إذا ما كانت يعني خلينا نقول استمر سيناريو التذبذب بالشكل الحالي، لأنه التقلب الحاد ينجم أيضا عن أنه في عندي أنا يعني خلل في المنظومة الاقتصادية بشكل عام يتم تعديله حاليا من خلال مستويات الطلب العرض. يعني إذا بدي أترجم الكلام، الآن الأمر متروك فعليا لجاذبية الاستثمار، لجاذبية البيئة الاستثمارية في مصر، حتى يكون هناك يعني انعكاس لذلك على عملة الجنيه المصري بقوة أكبر في الفترة القادمة. الآن هو نتيجة القرار عم بيكون في عندي تقلبات حادة، هذه التقلبات الحادة ممكن أن تصل بالجنيه المصري حتى لما يتجاوز مستويات ال 30 جنيه للدولار الأمريكي، وارد جدا هذا الامر. نعم. اذا ما استمر ضغط كبيرا على خلينا نقول على السياسه الماليه ايضا داخل الاقتصاد المصري. نعم استاذ رائد، يعني فيما يتعلق بحاله الترقب لقرار الفيدرالي الامريكي، هل فعلا سيؤثر بشكل كبير على مسار الدولار ومؤشر الدولار؟ هل فعلا كان هنالك تفاعل مسبق مع هذا القرار المتوقع؟ نتحدث عن 75 نقطه اساس. هنا استكمالا، ممكن الاقتصادات الناشئة تواجه يعني قوة مبالغ فيها في الدولار الأمريكي إذا ما استمر الفيدرالي يعني نحن رفعت أسعار الفائدة 75 نقطة أساس متوقعة بشكل كبير في الاجتماع القادم، ولكن الحديث سيكون هل أعضاء الفيدرال الأمريكي، هل لهجة خطاب الفيدرال الأمريكي ستبقى أنه الإبقاء على سياسة نقدية متشددة حتى تصل معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة واللي هي بعيدة جدا عنها، هذا ما سيحكم على الفترة القادمة وعلى مدى قوة الدولار الأمريكي. هناك عملية تمركز واضحة في الأسواق قبيل قرار الفيدرال الأمريكي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أعتقد نسبيا أنه راح يكون يعني تأثيره قوي نوعا ما، خصوصا أنه في كان كثير أقاويل موجودة مؤخرا أنه بدأت الإشارات السلبية تظهر على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ذلك سيجعل من الضروري على البنك الفيدرالي الأمريكي أن يخفف من تشديد السياسة النقدية حتى لا يؤذى الاقتصاد بشكل أكبر. نعم. ولكن مع ذلك أنه أعتقد في الفترة يعني سيبقى الفيدرالي مصر ومصمم
على مزيد من رفعات أسعار الفائدة حتى يصل مستويات التضخم على الأقل دون 4%. نعم، كيف سيكون يعني هذا القرار أيضا يعني صداه على أداء اليورو تحديدا، وبعد بيانات تضخم جاءت أعلى من التوقعات، وحتى مع رفع أسعار الفائدة في المنطقة الأوروبية بقي اليورو يشهد الضغوط، هل تتوقع أيضا تستمر في حالة التراجعات بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي؟ بلا شك انه راح يكون في عندنا تراجعات، لانه كنا قمه وبدانا نتراجع تدريجيا مع عوده الدولار الامريكي كمؤشر للارتفاع مره اخرى. نعم. ويصل بتراجعات المؤشر الدولار الامريكي الى ما دون مستويات ال 110، والان يعود مره اخرى الى 111 112، ومن المتوقع مع اقترابنا اكثر من موعدنا يوم الاربعاء للفدرال الامريكي انه نشوف مؤشر الدولار الامريكي فوق مستويات حتى ال 113، وتدريجيا ممكن نشوف عمليات تصحيح ايضا في الاسواق الامريكيه. وعلى وجه التحديد بالنسبة للعملات اليورو ممكن يواجه بعض الضغط ويعود مرة أخرى لما دون مستويات ال 99 مرة أخرى أو 99 سنت، لأنه نحن شفنا ناور مرة أخرى عند مستويات التكافؤ، تمكن من الصعود فوق مستويات التكافؤ ومن ثم الهبوط المفاجئ، أولا بنتيجة بيانات التضخم التي جاءت سلبية من أوروبا، وثانيا مع اقترابنا من موعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرال الأمريكي. لم تكن رفعت أسعار الفائدة من المركز الأوروبي كافية لدعم اليوم. نعم، محلل أسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر كنت معنا من دبي، شكرا لك على هذه المعلومات والتفاصيل.